السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف عافية متابعينا الكرام. مكملين إن شاء الله في محاضراتنا، وطبعا احنا دخلنا في دائرة أو دارة التبريد، وإن شاء الله يعني دخلنا بالمحاضرتين السابقات بالمفاهيم العامة وطبعا بعض الأمور التوضيحية. إن شاء الله مكملين في هذه الدارة، بس يعني في هذه المحاضرة بتمنى التركيز والمتابعة يعني بكل الكلام اللي احنا راح نشرحه وبكل الملاحظات اللي راح نسجلها ان شاء الله على البورد. طبعا احنا قلنا دارة التبريد، وقلنا انه المادة المستخدمة في عملية التبريد هي الفريون. طبعا الفريون بيكون بالحالة الغازية والحالة السائلة، تمام؟ هاي المادة المستخدمة. احنا عندنا دارة التبريد، دارة التبريد هي دارة مغلقة. عندنا هون دارة التبريد مؤلفة من أربعة أجزاء رئيسية، تمام؟ شو قلنا؟ الكمبرسر والمكثف وصمام التمدد والمبخر. إذا احنا العملية دارة التبريد احنا عم نجيب هذا المكون اللي هو الفريون، ونبدأ يعني تغيير حالته من غاز إلى سائل، إلى غاز مسخن، إلى سائل بارد، إلى بخار، إلى بخار محمص. طبعا احنا كل الكلام راح ندخل فيه إن شاء الله، في راح ندخل مع الغاز جوا الدائرة ونمشي معه خطوة خطوة ونشوف شو اللي عم يصير داخل كل جزء من أجزاء هذه الدائرة، تمام؟ فعمليا انا عندي هاي المكونات الاساسيه المكونه لاي نظام تبريد بشكل عام، تمام؟ احنا قلنا اهم شيء عندي انا النقاط الاساسيه اللي احنا دائما بدنا نثبتها هون لما احنا ندرس هذه الدارة. احنا شو تعلمنا؟ ليش تعلمنا احنا كل هاي المحاضرات والشروح النظريه اللي اخذناها؟ حتى لما نكتب هون المعلومه تكونوا عارفين انتم شو يعني المعلومه اللي احنا قاعدين بنكتبها. فعمليا انا برجع باكد على النقاط الاساسيه، واللي هي انه انا في حال ثبوت الحجم فان الضغط يتناسب طردا مع درجه الحراره. شو يعني ثبوت الحجم؟ مش انه انا يعني والله الحجم عندي هون ثابت يعني انا ما بغير حجم الهواء، ثبوت الحجم الحيز اللي موجود فيه الهواء. ثبوت حجم الحيز الموجود فيه الهواء، يعني انا اذا وضعت هذا الهواء ضمن صندوق حديدي، عمليا هذا الصندوق حديدي اذا انا بضغط الهواء او برفع درجة حرارته هو ما راح يكبر الصندوق ولا راح يزيد حجمه نهائيا. اللي راح يتغير حجمه هو حجم هذا الهواء اللي موجود داخل هذا الحيز. اما انه الحجم غير ثابت، انا لما احط هذا الهواء في جسم او في صندوق او في وعاء قابل للتمدد بفعل ضغط هذا الهواء اذا انا غيرت حالته، يعني اذا حطيته انا هون داخل كيس بلاستيكي او حطيته داخل بالون، حطيت هذا الهواء، فهذا يعني انا اذا غيرت ضغط هذا الهواء او غيرت درجه حرارته الحجم راح يتغير، الحجم اللي هو محتوي هذا الهواء الداخلي، تمام؟ هذا احنا وين بنقصد بشو؟ بثبوت الحجم. فعمليا انا الدارة اللي عندي قاعد ادرسها اللي هي دارة التبريد هي دارة ثابتة الحجم، يعني انا قاعد بتعامل مع كمبرسر عبارة عن جسم حديدي مستحيل يتمدد، عم بتعامل مع
المكثف ايضا مكون من اجزاء صلبه، عم بتعامل مع صمام التمدد نفس الشيء، عم بتعامل مع المبخر نفس الشيء، يعني انا الداره كلها عباره عن مكون معدني. الغاز بيمشي داخل هذه المكونات وبدور دورته، ولكن ضمن حجم غير قابل للتمدد، الحجم ثابت. انا ممكن اضغط هذا الغاز داخل هذا الحجم، اصغر حجم الغاز او اعمل الحجم الغاز مثلا اكبر، ولكن الحجم الذي يحتوي الجسم الذي يحتوي هذا الغاز او هذا السائل غير قابل للتمدد، الحجم ثابت بالنسبه لهذه المكونات الاساسيه. اما الغاز اللي جوا انا ممكن انا اضغطه، ممكن انا اخلي حجمه اكبر حجمه اقل، تمام. هاي الفكره الاساسيه من الموضوع، انه ثبوت الحجم. طيب شو قلنا ايضا؟ قلنا ايضا انه انا ليش تعلمت انا التغير الانتالبي او المحتوى الحراري؟ مشان شو؟ مشان انه انا عندي في عندي هذا الهواء يحتوي على طاقه حراريه. عمليا انا هذه الطاقه الحراريه ممكن انه انا اسحب اتخلص من هذه الطاقه الحراريه، او ممكن انه اكسد هذا الهواء طاقه حراريه، ولكن عنده ثبوت ضغط وعنده ثبوت درجه الحراره، شرحناها في المحاضره السابقه، تمام. هاي النقاط دائما خلوها في بالكم لما احنا قاعدين بندرس هذه الداره. طبعا احنا بناكد هون انه هذه الداره اللي احنا قاعدين ندرسها حاليا، لما احنا نشرح وندخل مع الغاز وكذا ونوزع الامور ومهام الاجزاء دار التبريد، فاحنا قاعدين نتعامل مع داره مثاليه. شو يعني داره مثاليه؟ يعني انا هون قاعد بدرس الشيء اللي هم صمموا عليه، يعني لما اللي اخترعوا هذا مثلا الغاز وبعدين اخترعوا هاي المكيفات وصاروا يصنعوا هاي المكيفات باشكالها وانواعها واحجامها، هم لما يعني ندرس احنا هاي الداره ويقول لك انه هذا كومبريسر وهون مكثف صمام تمدد عندي مبخر وفي عندي هون دائره تربط بينهم. فانا قاعد لما بدرس هاي الحاله، لما اقول لك انا عند ثبوت الضغط، عند ثبوت درجه الحراره، الضغط يرتفع، الضغط ينقص، الحجم ثابت، تبادل الطاقه الحراريه، كل هاي الامور انا قاعد بدرسها لما يكون الشيء اللي قاعد انا بستخدمه اللي هو المكيف حسب ما هم مصممينه، يعني حسب ما هم يعني متوقعين نتائج هذا التصميم، انا قاعد بشرح هذه الداره. ولكن الواقع الواقع الحقيقي، يعني الواقع لما انت بتركب مكيف وبتشغل مكيف، احنا هاي الامور راح نشوفها لاحقا لما نشرح الامور العمليه ان شاء الله، راح تكون مختلفه. يعني انا هون لما اقول لك انه والله يدخل الغاز مثلا الى المكثف عند ضغط ثابت، عند درجه حراره ثابته، عند انتالبي ثابت، طبعا هذا احنا بندرسه في حال كانت هاي الداره مثاليه. شو يعني مثاليه؟ قلنا مثل اليوم يكون الانسان مثلا في كامل صحته وعافيته، ما عنده اي مشاكل، ما عنده اي امراض، ما بيشكي من اي شيء في جسمه، عمليا هو يتمتع بالجسم المثالي والصحه الكامله. فاحنا قاعدين احنا بندرس هاي الحاله في حال كان هذا المكيف وهاي الداره، العناصر الرابطه بيناتها، بايبات الغاز اللي موصله بيناتها، الغاز، ضغط الغاز، نوعيه الغاز، كميه الفريون اللي مشحونه بالمكيف، كل هاي الامور المفروض تكون مثاليه 100%، صحيحه 100%، بناء عليه احنا قاعدين شو؟ بنشرح هذه الداره، ولكن الواقع، الواقع يختلف اكيد، تمام؟ ولكن احنا بهمنا انه نفهم احنا شو اللي عم بيصير بشكل عام، تمام؟ وبالتفصيل لحتى يعني احنا لما يعني نتطلع على او ننظر الى المكيف نكون احنا فاهمين هذا المكيف. مثل انت لما تشوف دكتور ويجي دكتور ويطلع فيك، من مجرد ما انت تشوف الاعراض اللي على المريض، في دكتور شاطر بيعطيك الدواء مباشره لانه عارف وفاهم شو فيزيولوجيه المرض اللي قاعده بتصير انت في جسمك، بينما ممكن تروح عند دكتور ثاني يطلب تحليل وتصوير وكذا وكذا وكذا، وبالاخير ما يعطيك الدواء المناسب. بالنتيجه احنا بدنا احنا يعني نحاول نكون فهمانين شو اللي عم بصير داخل هذه الدارة، حتى لما احنا يصير عندنا عطل، لما يصير عندنا مشكلة، لما تصير عندنا اي عرض او مرض لهذا المكيف، نكون احنا عارفين شو المشكلة الموجودة. طبعا احنا قلنا انه الدارة مكونة من كمبرسر و كوندنسر والاكسبانجن فالف والافابوريتر.
المبخر مكثف كمبرسر وصمام تمدد. طبعا احنا حتى نفهم اول شيء ما بدنا نفوت احنا بالمكونات الاساسيه، راح ندخل طبعا المحاضرات احنا كل شيء كل جزء بجزءه، ولكن احنا نفهم ليش بصير عمليه التبريد بالاساس، ليش بصير عمليه التبريد، شو اللي بصير احنا من خلال هذا الفريون الموجود معنا، شو اللي بصير عندي، شو انا بقاعد بعمل باثر على هذا الغاز او هذا السائل الفريون لحتى انا احصل على هاي الغرفه عندي هواء الغرفه، شو اللي انا بعمله هون، شو اللي بصير خلال هاي الدارة بشكل عام حتى انا احصل على هواء بارد داخل هذه الغرفه. احنا رح نشرح الموضوع بشكل عام ومن بعدها ان شاء الله رح نفوت جزء جزء وندخل مع الغاز ونشوف وندخل مع السائل ونشوف شو اللي عم بصير خلال كل جزء، وبعدين حتى نكون الفكره العامه ونوصل لمخططات الضغط والانتالبي والانتروبي ودرجه الحراره ان شاء الله. راح نتوقف عند هذا عند هاي النقطه ان شاء الله ونتابع ان شاء الله في المحاضره القادمه.